أهلا بكم. الشهادة التي بدأ الرئيس فؤاد السنيورة أمس الإدلاء بها أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدرت معظم صحف بيروت، التي تابعت أيضا ملفات رئاسية ونيابية وأمنية إضافة لملف التدخل الإيراني بشؤون المنطقة، كلها عناوين سأتابعها في حلقة اليوم مع النائب السابق دكتور صلاح حنين. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتور حنين. من وحي شهادة الرئيس السنيورة والوضع بالمنطقة بشكل عام، بسوريا بشكل خاص، ووضع النظام السوري بشكل أدق، نبدأ الحلقة بكاريكاتير ستافرو جبرة بجريدة البلد تحت عنوان صعود الفيصل لا دور حالي أو مستقبلي لبشار الأسد. رسم الأسد يقول شلون عرفوا بدوري بالمستقبل. هون يمكن لعب على الكلام أستاذ ستافرو جبرة. كقارئ هيك لملفات أو لمآل الأمور في سوريا، كيف بتشوف؟ هل في افق يعني في ضوء بنهايه هذا النفق بالازمه السوريه؟ يعني لوي انا بهذا الموضوع كل شيء بتمنى للشعب السوري هو يقدر يوصل للحل اللي هو بشوفه مناسب لمستقبله. يعني انا بالموضوع السوري كل كان همي وقت كان الجيش السوري هون انه يظهر، نحن من اللي يعني بطحوا ليل مع نهار حتى يظهر الجيش السوري. طبعا كان صار في تركيبه جاهزه تظهر الجيش السوري من هون، بهمنا يظهر كان جيشه من هون ويظهر نفوذه من لبنان. هلا بما يتعلق بالموضوع السوري، هيدا شيء الشعب السوري بده يحله. نحن مرقنا ب 15 سنه صراع ولا زال يعني اذا بدك بصراع يمكن مختلف، حتى نقدر نلاقي طريقنا. واجب كل شعب يقدر يلاقي طريقه، هيدا حق الشعوب في تقدير بصيرة، هيدي بشرعه الامم المتحده كمان. انما بالموضوع السوري اكثر من هيك ما بعتقد يعني نحن كلبنانيين لازم نتعاطى. هلا الافق شو؟ الافق هيدا ما قضيه سوريه وقضيه قوى بس على الارض السوريه، هيدي قضيه لها علاقه باوسع بكثير، لها علاقه بنفوذ دولي، لها علاقه بنفوذ اقليمي، لها علاقه كمان بمواضيع يعني اقتصاديه ومواضيع طاقه ومواضيع يعني السيركويات اللي بدها تمرق فيها بكره يعني هذه الطاقه. يعني هذا موضوع يتجاوز حتى يعني حتى السوريين الموجودين على الارض اليوم، هن نوعا ما يتحركوا ضمن ما هيك هالمنظومه الكبيره اللي عم بحركوها الكبار. اذا بدك تشوف اخر ما في امتى بده ينوصل على توازن بين هالقوى الكبيره، امتى هي بتوصل على توازن، امتى بتشوف انه مصالحها صارت مامنه، امتى بتشوف انه صارت بتقدر تنقل الى المرحله الاخرى. بس هن يحسوا انه صار فيهم ينقلوا الى المرحله الاخرى تستقر بشكل او باخر الأمور. حتى كيف بدها تستقر الامور؟ ما هيك يا ريت دائما تستقر الامور وفق اراده الشعوب. يعني اليوم الشعب اللبناني عنده اراده واضحة، يا ريت استقرت يعني الأوضاع وفق إرادة الشعوب. غالبا كمان ما تستقر الأوضاع وفق مصالح الدول. إذا بس بهم دائما الشعوب هي تضل عارفة وين مصالحها وتضلت باطح لمصالحها، خاصة الشعوب اللي تنتمي لبلاد صغيرة يعني مثل لبنان، بدها تعرف دائما مصلحة شعبها وين حتى تباطح باتجاهه. وإذا اليوم يلي عم بيصور هونيكي ما فيك تقولي هيدي إلها علاقة، لا، حتى بشار الأسد ما شو علاقتها فيه؟ بشار الأسد يحرك كما يحرك الآخرون، وكل هالقوى اليوم تتصارع وفق الصراع الكبير. دور الرئيس السوري بشار الأسد ومن خلال ما يقوله أو ما قاله بالأمس بشهادته الرئيس السنيورة ودور النظام السوري ككل، دكتور صلاح حنين، يعني بهديك الفترة يعني بال 2005 ما قبل وما بعد كنت حضرتك موجود بالملعب السياسي، هل اليوم عم تسمع ما تعرفه أم كمان عم تكتشف أشياء أكثر بهذا الإطار؟ يعني ستولة هو الجو بوقتها كان واضح جدا، ما كلنا عايشين لهذه الدرجة، كان في تدخل يعني كنتوا عارفين لهذا الحد؟ ستولة نحن شو كنا عم نقاوم؟ يعني نحن إذا بدك ككتلة نواب هالمستقلين اللي كانوا بالمجلس، اللي كنا 7-8 مستقلين بالمجلس النيابي، وهالمجموعة اللي كانت بوقتها تنتمي إلى أرنت شهوين ونداء المطارني ومصالحة الجبل ومن بعد البريستول، كل هالحركة كانت لشو؟ ما نحن من الأساس كنا شايفين وعارفين. وإذا بدك هالمجموعة الصغيرة بالمجلس اللي كنا عم باطح ليل مع نهار عم بنباطح ضد هالهيمنة الهيلة وهالاحتلال آخر ما فيه. يعني عندك جيش
أمه وأبوه موجود هون وعندك تصرفات يعني تتجاوز يعني الخيال بكل هالمواضيع، شو كنا عم نقاوي وشو كنا عم نجيبه إذا مش عارفين إنه في دولة بتمشي مع جيش دولة غيرها فيها، يعني إنه كيف لا هيدي. حتى بالنسبة للتدخل يعني ما قاله الرئيس سانيورا، قديش الرئيس الحريري تعرض لضغوطات، يعني طبعا قديش عرق المشروع الإصلاحي عطاه حقه، يعني بتعتبر بهذا المعنى أو عرفت شيء ما كنتوا تعرفوه بوقت لا سنة. أنا بعتقد هاي الأجواء بعتقد كان صار الجميع يعرفها، مش بس كان لازم تكون يعني بالمجلس النيابي أو بموقع من المواقع حتى تعرفي قديه كان في يعني أذى إذا بدك في هذا الموضوع السياسي، وقديه كان في ضغوطات حتى الأمور تمشي وفق المصالح السورية مش وفق وفق المصالح اللبنانية. هذا كان صار شيء معلوم عند الجميع. اذا كانت هل اذا بدك هل النوع من المقاومه اللي ركبت ضد الوجود السوري بوقتها، ركبت ضد الوجود السوري حيث يعني اولا للمبدا ما في بلد سيد مع جيش اخر ببلده، اولا للمبدا السياده تتطلب انه الجيش اللبناني هو اللي يكون منتشر على الاراضي اللبنانيه، ثانيا للتعاطي السيء جدا يعني بالنسبة للسلطة السورية والنظام السوري اللي كان هون يتعاطى كأنه قاعد بجنينة بيته، وهذا كان شيء مش محمول. يعني الأمر اختلف اليوم، يعني بمعنى الضغط السوري ما عاد موجود دكتور حنين، أم أخذ أشكال أخرى، أم أنه في ضغط آخر أخذ مكانه كمان قبل كل شيء الأمور بدها تتغير بنفوسنا قبل كل شيء، يعني أهم شيء اللبناني هو يصير عنده مناعة على أي تدخل. المشكلة إنه بنلقوا الأوقات من تدخل لتدخل، يعني وقت طالما اللبناني بده يربط حاله بقوى إقليمية أو محلية أو دولية بس حتى هو يساوي نفوذه الشخصي، ما هيك كمجموعة أو كفريق أو كحزبة، بس يساوي نفوذه الشخصي حتى يصير هو أقوى من غيره، هيدي الأمور بدل هيك. اذا بعد الذهنيه اليوم هيك انا ماني شايف انه في تحسن ابدا بالذهنيه، انا شايف انه اليوم الموضوع السوري ما هو اذا بتقيم الموضوع السوري بشي موضوع غيره مهما كان يكون بعدك بالمبدا محلك. اذا قبل كل شيء بده يكون في عندنا مناعه بنفوسنا بده يكون في مناعه انه نحن نلتجئ الى نظامنا، نحسن نظامنا، نطور نظامنا حتى هو النظام هو يصير راعي شؤوننا، والمصلحة الوطنية والعقل والعلم والمعرفة يعني ومبدأ السيادة بدولتك صور هو اللي عم بيرعى مصالحك. بس إذا دايما بده كل فريق يلتجي لفريق ما حتى يمشي بس مصالحه الشخصية رح يضل الأمور هيك. هلا طبعا اليوم من بعد ما ظهر الجيش السوري ديجا أخدتي له ذراعه في البلد، يعني ذراع السلطة السورية في البلد كان جيش، ولكن ما عنده أذرعة بديلة. تكمل لي ديجا بالأول في الذراع المباشر. نعم. اليوم الذراع المباشر طبعا وقت اللي سوريا عندها جيش في لبنان، عندها ذراع مباشر بلبنان، عندها سلطة واضحة، يعني صار الكبير والصغير بيعرف انه هالذراع موجود، صار في قوة ردع موجودة حكما. نحن بالنسبة لنا كان بهمنا انه طبعا يطلع هالذراع من لبنان، انما يطلع النفوذ معه، والنفوذ معه كان صار بعد كل هالسنين كان صار نوعا ما مشلش في مواقع ومواقع بالمؤسسات. انما هيدا حتى تقدر تهري النفوذ كمان معه بده يصير في بنفوس اللبنانيين، بده يصير في مناعه وبده يصير في عوده الى النفس، ونشوف سوا كيف فينا نبني هالبلد ضمن نظام يعني يحمي الجميع ويغطي الجميع، ويكون عندنا نحن إرادة وإيمان في هذا النظام إنه هذا النظام هو عم بيحمينا ولازم نحترمه. اليوم المشكلة بلبنان إنه النظام الموجود بغض النظر عن تعليق أي كان عليه، إنما النظام الموجود اليوم ما حدا عم بيطبقه. ما المشكلة بالنظام؟ ما المشكلة اليوم إذا بتاخدي الدستور اللبناني ما عندك مشكلة كبيرة فيه، ما هيك؟ إنه الدستور إذا بيطبق يمشي. المشكلة بلبنان مش إنه ما عنده نظام، عنده نظام، المشكلة إنه ما حدا معترف بهذا النظام ويلتجي لإله كأنه هو مثل ما لازم يكون. المشكلة إنه كل واحد عم بيقرأ الدستور بكتابه دكتور حنان، يعني حتى هلا بدنا نرجع لقصة نصاب الانتخاب برئيس جمهورية، يعني تماما. بمكان معين قيل انه رئيس بري هو اللي وضع قصة التلتين وغيره، ولكن بدي ارجع للمحاكمة. نرجع له بس تقلك انه دايما كيف الدول المتطورة بتمشي، ليه اذا بدك بامريكا او بفرنسا او لانه بيقروا بفرد كتاب، لانه في نظام واضح، ما هيك افترضي في اختلاف بمحل ما بيرجعوا
للمصدر اللي لازم يفسره، ما هيك ان كان المجلس الدستوري حسب نظام كل بلد او المشترع او بيرجعوا بفسروا ويطبقوا النظام حرفيا ودائما بيطوروا نظامهم، يعني اذا في نقاط غموض بيرجعوا بحسنوا وبيعدلوا بالدستور تما يكون في غموض، ودائما الشعوب والسياسيين يحتكموا الى النظام يحتكموا الى الدستور. انت كيف في ديمقراطيه؟ بتحتكم للدستور وبتحتكم لراي الناس، مزبوط؟ هيدي ضمانه الديمقراطيه. وهيدا الاثنين هلا مش احنا الاثنين اليوم مفقودين، لا عنا احترام وتطبيق للدستور ولا عنا احترام لرأي الناس من خلال الديمقراطية مش للرأي الشخصي. هي الديمقراطية انه الاكثرية هي اللي الناس بيكونوا عطوها وكالة حتى تحكم وفق مشروعة، الاثنين مش مطبقين عنا. رح نرجع للموضوع السياسي بالتفصيل، ولكن بما يتعلق بشهادة الرئيس سانيورا اليوم، المستقبل بتقول لا يظهر عادة رؤساء سابقون شهود بالمحاكم لا المحلية ولا الدولية، ولكن السنيورة وافق على أن يمثل بخلفية تقديم شهادة العمر برفيق الحرير اللبناني العروبي الذي عرفه منذ كان طالبا في صيدا. بنفس السياق جريدة اللواء تشير لطلائع انزعاج من شهادة الرئيس السنيورة ظهرت بمسارعة النائب السابق إميل لحود بالإعلان أن والده لن يلبي الدعوة للمحكمة الدولية كشاهد بالجريمة، فيما لو طلب إليه الحضور للاستماع إلى شهادته، ووصف ما يحكى عن احتمال استدعائه بالخرافات. مش بس في احتمال استدعاء، يقال أنه في جلسة حددت للاستماع للرئيس إميل لحود، هل بيقدر يرفض كرئيس جمهورية سابق؟ لا يعني عنده بالأول يعني إن كان الموضوع يطبق على مع حفظ الألقاب فؤاد سنيورة أو إميل لحود أمام المحاكم ما في مناصب، المحاكم نعم. بتسوي بيد المناصب، الشاهد هو شاهد والمتهم هو متهم، وما إذا ما فينا نقول إنه مثل ما قال هون إنه ما هي المحاكم الدولية عم تنعمل تتحاكم مين؟ تتحاكم الرؤساء المسؤولين الرؤساء. طيب الرئيس لحود بيقدر يرفض دكتور حنين يروح على المحكمة؟ هلا كل واحد يتحمل مسؤوليته، ما هيك؟ كل واحد بهالموضوع بده يتحمل مسؤوليته، المبدأ إنه بس تستدعي بدك تروحي، والمحكمة بضل إلا هي طرقة وفق المنظومة الدولية انه تشوف كيف بدها توصل الى نتائج، وكل واحد يتحمل مسؤوليته بالمبدا. انا اذا بستدعي بروح بالمبدا، هيدا هو المبدا، ما هيك؟ هيدي محكمة دولية ونحن يعني اذا بدك هي بغض النظر عن كل شيء قال محكمة دولية وشرعية وقانونية ووفق نظامي كليا. اذا انت اليوم اذا وانت بمقدمة دستورك تحترمي، انت مؤسسه في الامم المتحده وتحترمي نظامها وقتها، اذا انت اليوم بالمبدا كل واحد يحترم النظام يحترم دستوره يحترم الواقع تبعه بروح بيشهد، ما هيك؟ بقول اللي بده يقوله، ممكن يكون ما هيك شو ما كان وضعه بروح بيشهد. هلا اللي بروح بيتحمل مسؤوليه، بكون طبعا عم بيتحمل مسؤوليه ايجابيه احسن من واجبه، والما بيروح بيتحمل مسؤوليه، خلي المحكمه اليوم هي تكفي تشوف كيف بدها تتعاطى بهالموضوع. يعني انا بتقول لك شغله ست رولا، بالمرحله الاولى اللي كان لازم يصير فيه تحقيق دولي، وبالمرحله الاولى اللي كان لازم يصير فيه محكمه دوليه، انا من المقتنعين جدا ومعلي بكل تواضع كنت بالطليعه في المطالبه بهذه المواضيع، بدنا كان تحقيق دولي وبدنا محكمه دوليه، وكل شيء قال يعني كنا دائما نصحح الاطار تحت هالشيء يتم وكان لازم يتم. انما اليوم بشكل عريض بقول لك انه هذا الموضوع خليه ينترك الى المحكمه، هالمواضيع تنترك اليوم للمحكمه الدوليه. يعني انا مع انه بما انه المحكمه الدوليه خلص تاسست وموجوده وماشيه وعم تتمول مثل ما لازم تتمول، ما هيك؟ وهي بدها تاخذ وقتها تتوصل لنتيجه، خلينا ننطر هالنتيجه، ما هيك؟ وانا شوي بسحب الامور اليوم للتداول حتى بالتداعيات السياسيه. انا برايي التداعيات السياسيه ليكب، انا طبعا ما في شك انه وقت بصير في الحكم النهائي اكيد بده يصير في تداعيات سياسيه حتى باستدعاء الشهود. بس اليوم اذا بدك بده يصير بعد عندك انت سنتين وثلاثه ويمكن اربعه لقدام، بده يصير هلا طبعا كل واحد حر يعلق مثل ما بده. انا شخصيا بعتبر انه كل هالمواضيع اللي بدها تصير هلا مش عم بقول ما لازم تعلق عليها، بس شوي نخلي 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 المحكمه هي تتصرف مثل ما لازم تتصرف طالما صارت موجوده وهيدي مطالبتنا بالاساس، ونخلي الامور تاخذ مجالها. هلا طبعا وقت بده يصدر الحكم النهائي، وقت بده يصير فيه
بدنا ندل على الجريمة كيف صارت ومين ارتكبها، طبعا بده يصير في إلها تداعيات سياسية، هذا شيء طبيعي. منكون القضاء أخذ مشرى والحكم أخذ مشرى، نعم. وندل على الأمور كيف صارت، أكيد بده يصير في إلها تداعيات سياسية، بس مش كل شغلة نضل نطبل ونزمر عليها اليوم. أنا من يلي بقوله خلي العدالة تاخذ مشرها بالأول. طيب ما حصل الخطأ الذي أودى برستم غزال اليوم كتبت عنه ميرفت سيوفي بالشرق، بتعتبر أنه يلي صار مع رستم غزال يلي هلأ بأكثر من شهادة عم بيبرز اسمه بشكل واضح، يمكن بداية من إفادة الشاهد عبد اللطيف الشماع يلي كشف رقم المبلغ يلي فرض أخوه وابتزاز على الرئيس الحريري، هل بتعتبر أنه مصيره أو ما جرى معه مرتبط بهذا الأمر؟ يعني سد واحد يستعمل المنطق، يعني الأرجح 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 طبعا هيك، نعم. بس آخر ما في النقطة وين كانت؟ النقطة كانت إنه كل موضوعك الأمني، كل موضوعك النظام إذا بدك الأمن المركب، كان مركب تحت المظلة السورية، حتى النظام كنا نقول النظام الأمني اللبناني السوري، مركب تحت مظلة سورية، مظلة سورية حديدية مش بس مظلة سورية، وهذه المظلة السورية الحديدية كان المسؤول عنها هون بوقتها رستم غزالي. يعني إذا اليوم ووقت اللي بتصور جريمة من هالنوع تحت هذه المظلة وبوجود شخص هو مسؤول عن المظلة وهو عم بديرها في لبنان، إذا يعني العقل بيقول إنه ما في شغلة بهالضخامة بتصير بدون ما يكون في مشاركة معرفة أب الباطل بدك، مش أنا المحكمة البكرة، يمكن بكرة المحكمة أكيد بدها تحكم بهذا الموضوع. إذا اليوم إنه تقولي لي هل رستم غزالي مرتبط، أنا ماني قاضي بس بقول لك بالسياسة بالعقل، نعم. بالموضوعية بيقدر واحد يكون مسؤول عن مظلة حديدية، نظام أمني سوري منتشر بهذا الشكل ومتربص بلبنان بهذا الشكل، وما يكون أبدا له علاقة بالموضوع، أنا يعني بشك بالأمر. موضوع حقوقي آخر هو موضوع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث سيبرز كما قالت الجمهورية تحرك للدبلوماسية اللبنانية لنزع صفة الإرهاب عن حزب الله من مشروع القرار المطروح حول الأزمة السورية بفقرة مستقلة تدين تدخله العسكري بالقتال السوري. يعني كان يبدو أنه المجلس يتجه لإدانة حزب الله بالتدخل بالقتال بسوريا، ولكن الخارجية اللبنانية ستسعى لنزع صفة الإرهاب. بأي خانة ممكن نوضع قرار مماثل لمجلس حقوق الإنسان؟ كيف تقصدي بأي خانة؟ يعني هل هو للضغط أكثر على حزب الله أم شيء روتيني مثلا ما بيقدم وما بأخر، بيان غير ملزم صادر على الأمم المتحدة؟ بهذا الموضوع أنا كل همني بهذا الموضوع الشيء اللبناني، نشوف كيف بدنا نرتب أمورنا. يعني اليوم الكل إذا بدك كل المنظومة أو الدول اليوم اللي لها مصالح في هذه المنطقة، كل واحد بيشوف هو كيف بده يعمل مصلحته حتى يبدي أموره على الغير عاد. أنا بالنسبة لي بلبنان أنا بهمني أنه بالرغم من وانت بتعرف قدي أنا معارض ما هيك لتعاطي حزب الله في الموضوع اللبناني، إنما أنا بهمني دايما آخر ما في أقدر أوصل لنتائج، حيث اليوم يعني هذا التعاطي في شريحة من اللبنانيين هن ماشيين بهذا النوع من التعاطي اللي أنا معارض له، بس آخر ما في شو بدك تعملي بهالبلد؟ إذا بدنا نضلنا نتريشق وبدنا نضلنا نخون ونتهم ما رح نقدر نوصل لنتائج. أنا بدي دل على الطريق الصحيح دايما اللي هي الطريق الدستورية القانونية الديمقراطية. ما بتتعب كما دكتور حنان؟ لا ما بتعب وما بمل، بس آخر ما في بدك توصلي على ترتيب معين مع الشعب اللبناني بكل مقوماته مع حزب الله، انه نقدر نوصل على مساحة مشتركة إلها علاقة بالنظام وبالدستور وإلها علاقة بالديمقراطية وإلها علاقة بالاحترام الآخر بالسياسي. هذا إذا كان قرار الحزب بيده، أنه إذا كان مسألة التورط بالقتال بسوريا تعود إليه، يعني يقال أنه مثل ما تفضلت وقلت هذا الموضوع إقليمي أكبر من كله. هيدا حق معك فيه، كله هيدا حق معك فيه، مش عم بجناقش بهيدا الموضوع، نعم. إنما السياسي شو بتفرض عليك السياسي؟ اليوم أنت
بتوصف الموضوع، ما عندي مشكلة بالتوصيف. أنا عم بقول لك اليوم أنت بتعرفي قديش أنا معارض له، حيث بعتبر أنه تعاطي حزب الله بالموضوع اللبناني خليه ما له علاقة بالديمقراطية، ما له علاقة بالدستور، ما له علاقة بالمؤسسات، ما له علاقة بأي كلمة بأي كلمة، ولكنه موجود وشريك في البلد. ما هي يعني انما هيدي الشريحه اللبنانيه، نعم. هول مش سوريين، مش فلسطينيين، هول الشريحه اللبنانيه. انا اخر ما في بدي شوف كيف معه. بدي اتفاهم معه. اذا نعم. اذا بدي ضلني بالتراشو، انا بوصف الموضوع. انا ما عم بقول لك ابدا عنده احقيه في هذا النوع من التعاطي، اكيد لا، وانا عارف هالشيء وانت عارف هالشيء. نعم. انما بالسياسه شو مسؤوليتك؟ مسؤوليتك تقعدي وتحمل النقايفه وكل يوم ما رح نوصل لنتيجه. انا برايي العقل السياسي المسؤول هو العقل السياسي المدبر، يلي بقول بالرغم من انه في اعوجاج كبير في هذا الموضوع، كما انه في اعوجاجات باماكن اخرى، يعني ما نحصر كمان الاعوجاجات، بس عم بحكي بالموضوع السياسي العام، بالموضوع الدستور العام. انا مسؤوليتي كسياسي، كل سياسي مسؤول انه يشوف كيف بده يسوي الموضوع، انما دائما وفق النظام ووفق الدستور وفق القرارات الدوليه. يعني ما بنروح على تسويه موضوع بالشكل الخاطئ، يعني اذا في تعاطي خطا بالموضوع ما بنسوي وفق الخطا، لا، بدنا نشوف كيف بدنا نسوي وفق الصح. انما حتى نقدر نسوي وفق الصح بدنا نقدر نلتقي مع الاخر على مساحه معينه، نعم. اذا هي المساحه الوطنيه بالقليل نلتقي هون على ركعه صغيره تنشوف كيف بدنا نوسعها. انا بعتقد هيدي المسؤوليه السياسيه. هلا المسؤوليات الاخرى انه واحد يدل على الخطا وعال كله مزبوط، انما المسؤوليه السياسيه للوصول الى نتيجه لمصلحه اللبنانيين، نعم. ولمصلحه انه نقدر نبني دوله سوا. بعد الفاصل، الرئاسة اللبنانية والعمل التشريعي بمجلس النواب، لحظات ونعود لمتابعة هذا الحديث مع الدكتور صلاح حنان.